ولنقاش هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول نظير نداوي، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا بك أستاذ نظير. حيا الله بكم وحيا قناتكم الكريمة ومشاهديكم الكرام. أهلا بك من جديد أستاذ نظير. مع انتشار المخدرات في العراق وسيطرة الميليشيات على المنافذ الحدودية، أين تقف سلطة الحكومة في بغداد للحد من انتشار المخدرات وتجارتها؟ يعني حكومة بغداد، يعني إذا ما قارناها بأي حكومة عالمية، يجب أن تكون لديها موقف حازم من تجارة المخدرات أيا كان من يروجها. لكن ما نراه الآن أن حكومة بغداد هي أضعف من أن تقف في وجه يعني مروجي المخدرات وبالذات الميليشيات. فإذا اختزلنا أن حكومة بغداد اللي متمثلة يعني حيدر العبادي، بدلا من أن يضرب بيد من حديد على تلك الميليشيات، يذهب بالفترة الأخيرة ليتحالف معها، ومن ثم هي الميليشيات نفسها ترفض هذا التحالف مع حيدر عبادي على اعتباره ورقة خاسرة لا يستطيع يفعل شيء. يعني ما يرجوه العالم من حيدر العبادي وحكومته أن يقف بهذه وجه هذه التجارة وترويج المخدرات، يعني هذا أمر يتعذر استيعابه، ولا أظن أن الحكومة قادرة على فعل ذلك. نعم، في هذا السياق أستاذ نظير، هناك تقارير تفيد بأن تجارة المخدرات هي أحد روافد تمويل الميليشيات. إلى أي مدى تظن أن هناك أطراف إقليمية متورطة في تصدير المخدرات والترويج لهذه التجارة؟ يعني الآن أصبح واضح لكل متابع لشأن المنطقة بأن من يقف خلف هذه تجارة هذه المخدرات هو النظام الإيراني. والآن أصبحت يعني نقل المخدرات من أفغانستان وإيران عبر العراق إلى دول الخليج أصبح الآن هذا من الماضي، يعني بحيث أنه أصبح طريق سالك. الآن الطرق الجديدة تكون من لبنان عبر سوريا ثم إلى العراق عن طريق ما يسمى الطريق العسكري الذي تسيطر عليه ميليشيات الحشد. يعني هذا كل يوم نجد طرق جديدة لمحاولة الترويج، الغاية منها هي تمويل يعني هذه الأعداد الكبيرة من الميليشيات المنتشرة سواء في العراق أو في سوريا. ومحاولة رفع هذا الثقل عن يعني النظام الإيراني في محاولة تمويلها. كذلك الأمر تخطى إلى دول أخرى يعني مثل اليمن وما سواها. تماماً. في هذا السياق، وباعتبار أن هذه الميليشيات وهذه الظاهرة وكذلك تجارة المخدرات لا تقتصر فقط على العراق، فهناك في لبنان كما ذكرت واليمن، إذا ما هي سبل تجفيف منابع هذا التمويل والحد من انتشار المخدرات؟ يعني الأمر أصبح الآن حجمه من الكبر، يعني لا يمكن لدولة واحدة أن تستطيع يعني غلق هذه التجارة أو وقف هذا الترويج للمخدرات. يعني يحتاج الأمر إلى يعني تدخل دولي، وبالذات الضغط على النظام الإيراني كونه هو من يدير كل عمليات الترويج للمخدرات هذه، بحيث أنه حزب الله في لبنان أتباعه والذين يقاتلون معه يروجون المخدرات ويعلنون ذلك علنا، بحيث ان احدهم احد زعيم احد العصابات التي تروج المخدرات يخاطب الحكومه بالعلن ويقول ان على الحكومه اللبنانيه ان تسمح بترويج المخدرات، كون المخدرات هي كفيله بنقل لبنان من بلد فقير الى بلد غني. فتصوري هذه الجرأه التي يتعامل بها يعني عصابات مروجي المخدرات والذين يتآلفون مع حزب الله وغيره من الميليشيات. أستاذ نظير، هناك من يرى أن الاتفاق النووي الإيراني ساهم بشكل أو بآخر في زيادة هذا التمويل، إلى أي مدى تظن أن الإفراج عن الأموال الإيرانية بعد اتفاقية النووي الإيراني ساهم هذا الشيء في دعم الميليشيات ونشر الفوضى في المنطقة من خلال ترويج لهذه التجارة؟ يعني هذا ما أشار إلى التحقيقات الأمريكية نفسها، يعني هذا الأمر ليس خافيا، يعني نشرت تحقيقات أمريكية
بشأن علاقة حزب الله بزراعة وترويج المخدرات في المنطقة، وأفادت تلك التقارير بأن إدارة الرئيس أوباما تعمدت غض النظر عن هذه الترويج لهذه يعني البضاعة الآسنة في سبيل تمرير الاتفاق النووي. وحزب الله وإيران فسرت ذلك بأن بأنه هو ضوء أخضر من الولايات المتحدة بالاستمرار في ترويج المخدرات. ولو نلاحظ أن ترويج المخدرات بعد الاتفاق النووي أصبح على يعني نطاق أوسع، والتجارة أصبحت أكبر مما كانت قبل الاتفاق النووي. الموضوع هناك تواطؤ، حتى تواطؤ دولي مع النظام الإيراني وميليشياته في ترويج هذه السموم. أشكرك جزيل الشكر الكاتب والمحلل السياسي نظير نداوي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول.